مساء الصحة والجمال على كل مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في ملعبنا. النهاردة حلقتنا هتكون مختلفة تهم كل جميع مشاهدينا الأعزاء. هنتكلم النهاردة عن الأناقة، والأناقة هي الجمال والشياكة، وهيبقى معانا فقرة تهم كل بنت وكل ست. هنتكلم على حاجات مهمة جدا. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة أحب أسلم على زميلة ذاكر. مساء الخير عليك يا نجلاء، مساء الخير على كل المشاهدين، مساء الخير على كل الناس اللي بتشاهدنا. قبل ما نبدأ يا نجلاء، أحب أهني شعبي جنوب السودان على توقيع اتفاقية السلام. بقول لهم ألف مبروك، ويا رب يعم الأمن والاستقرار في بلاد الحبيب. أهلا، برحب بضيفتنا النهاردة معايا معنا الفاشون آية جمال، عرفنا بنفسك أكتر. أنا آية جمال، فاشن ديزاينر وانستراكتور فاشن باترون وباترون ميكر ومؤسسة شركة سوماري. أهلا وسهلا بك يا آية. أهلا وسهلا، شرفانا بجد. هي في البداية حابة أسأل حضرتك، عايز أعرف إيه هي أفضل ستايل للموضة الموسم؟ الموسم الحالي خلينا نقول ان دلوقتي بدأ الناس تبدأ تلبس بكذا طريقة، يعني ما نقدرش نقول ان هو ده الستايل اللي ماشي او نلتزم بيه، لا، حلو جدا كل بنت بقى ليها الستايل بتاعها، كل حد بدأ يبتكر الاوتفيت بتاعه، هو ده اللي انا هقدر همشي بيه، هو ده اللي انا هقدر ابتكر بيه. بس خلينا نقول ان الراجع دلوقتي هي موضة الجلد. الجلد من اكتر الحاجات اللي هي بتبقى مثلا نلبسها بالصبح بالليل في مناسبه، فهي اكتر الحاجات اللي احنا نقدر نتوظف فيها في اكتر اوتفيت في اكتر من وقت. هي الحاجات الموجوده حاليا بالزبط. هي الجلد فاكتر من حاجه، مثلا في دريس، في سكيرت، في بانز، بنقدر نلبسها باكتر من طريقه. داخل في حاجه لكن مش كله جلد يعني؟ لا، مثلا السكيرت هتبقى جلد، يبدا مثلا يلبس البلاوز او الحاجه اللي فوق هتبقى مختلفه شويه، البانز نفس النظام، ممكن يلبس الدريس يبقى كات ومن تحت في حاجات مختلفه سواء كان شميز او هايكو. تبقى جلد لكن فوق ما ينفعش طبعا يبقى جلد، يعني لا، تبقى حاجه هاديه شويه. ممكن يبقى الحاجه كلها جلد بس تبقى قصيره شويه، يبقى ندخل فيها معايا ايتمز ثانيه مختلفه. بالظبط. استاذة آية، انا قبل ما نشرح الشرح الكتير ده عايزة اسألك، طبعا لكل شخص بداية والبدايات هتكون صعبة، يا ريت تعرفي الجمهور وكل الناس ازاي بديتي وايه الصعوبات اللي واجهتك يعني. طيب خلينا نبدأها من ورا شوية. وكمان علشان الناس تبدا تستفاد من حته انه انا مش لازم يكون مجالي او دراستي ليها علاقه بالفاشن. بالضبط. انا دراستي اصلا، انا خريجه جامعه الازهر، كليه الدراسات الاسلاميه والعربيه، قسم شريعه اسلاميه. بدات ادرس الفاشن باخر سنتين بالجامعه، هو كان موهبه عندي بس حبيت ان انا اعمل انت صغيره من وانا صغيره حبيت ان انا اعمل تغيير من مجالي لمجال تاني هو موهبه عندي في نفس الوقت انا حباه، بقدر ان انا اقضي فيه وقت كبير واقدر اطلع فيه طاقه كبيره من غير ما بزهق او بمل. بدات اني ادرس اوفلاين، بدات ادرس اونلاين، بدات اخد كورسز اكتر في المجال عشان اطور نفسي، وكان من اول الحاجات اللي بدات ادرسها كان مجال الباترون. رحتي اكاديميات ولا درستي اونلاين في البيت عندك؟ درست اونلاين، وبعد كده لما لقيت الموضوع بيطول قلت لا، انا محتاجه ان انا انزل اوفلاين عشان ابدا اطور من نفسي اكتر، ابدا اسرع رتم الدراسه بشكل اسرع. بالظبط. كلمينا بقى عن اول حاجه عملتها في المجال ده، عن اول براند اسستي لك. بعد دراستي في المجال دوت بدات اسس براند ملابس اسمه اي جي، اصدرت فيه كولكشن صيفي وكولكشن شتوي. كان من الفكره بتاعت اللاين للبراند دوت، حبيت ان انا اسس حاجه خاصه بالمحجبات وفي نفس الوقت تسهل عليهم لبسهم، يقدروا يلبسوا حاجه كاجوال في نفس الوقت، الحاجه دي ممكن مع تغيير اكسسوري بسيطه، ايتمز بسيطه تقدر ان هي تلبسها برضو سواري. فحبيت ان انا اسهل لهم اختياراتهم باكتر من طريقه واكتر من شكل. يا سلام. هو انا عايزه اسالك، ايه التفاعل اللي حصل معاكي مع الجمهور لاول تصميم ليكي لما كنت من جيتي تصممي اول تفاعل؟ اول كولكشن طلعته على ما اتذكر، قررت يعني في قصه كده بسيطه احب ان انا اذكرها. انا قررت اصلا اني اطلع بالبراند قبل خروجي ليه باسبوع. صممت التصميمات وجبت الماتيريال، كل حاجه من الاي تو زد انا اللي نفذتها بمساعده بعض الاصدقاء على السوشيال ميديا، هم بداوا يكريتوا الموقع، يبداوا يعملوا الاعلانات، القصه دي كلها. نزلت اوبن داي بالديزاينز بتاعتي،
كان اقبال الناس يعني عجبهم الماتيريال، عجبهم الجوده، عجبهم شجعك اكتر بالظبط، عجبهم الخامات المستخدمه والديزاينز، ازاي قدرت ان انت توفقي ده مع ده؟ الديزاينز كانت تنفع لكذا عمر، يعني مش ملتزمه بفئه عمريه محدده، فكان الناس ممكن تلبسه يناسب جميع الاعمار بالظبط، مش جميع الاعمار بشكل من يعني من كله، بس مثلا ممكن نقول من الثانويه لسن الثلاثينات كده 35 في الرينج ده، فكان في اقبال كبير جدا على الديزاينز، وحتى في ناس لما جت تشتري الديزاينز خلصت وكل الايتمز خلصت، بس قالوا لي انتوا عايزين من ده بمقاسات معينه بالوان معينه جدا، فكان في اقبال رائع بصراحه، شجعني كتير ان انا اقدر اكمل في الموضوع. ده شيء جميل جدا. ايه الخطوه الجايه للشركه؟ والشركه عناوينها فين بقى؟ هو حاليا بعد انشاء الاي جي توقفنا فتره وطورنا الامر الى انشاء شركه سوماري، بحيث ان لقيت كتير قوي حابين ان هم ينفذوا تصميمات ليهم واللاينز بتاعتهم بالاوتفيت الخاصه بيهم، ولكن في نفس الوقت ما عندهمش الموهبه، ورغم ده ان الاماكن اللي بتعلم ازاي تبدا في مجال الفاشون او ان هي تبدا تعمل حتى تنفذ قطعتها القطعه بتاعتها بايديها اسعار مبالغ فيها، فحبيت ان ابدا اعمل مزيج ما بين ان احنا بنقدم منتج وفي نفس الوقت بنعلم الناس ان هم يتعلموا، لان الاماكن فعلا في الاسعار بتبقى غاليه وكده، فطبيعي ما حدش بيروح، في ناس كتير ما بتنزلش وكده بالظبط، فبدانا نفتح مجال تاني بالظبط، بحيث ان احنا نشجعهم ونسهل ليهم فرصه، انت لا انت ممكن تفتحي مشروع ليكي، وبالفعل في ناس اتخرجت معانا وفتحت مشاريع ليها وحاليا هي مصدر رزق ما شاء الله، يعني عامله اكاديميه دلوقتي نقول مثلا او في ما يقرب من هذا المسمى، في ناس اتخرجت طبعا وكده، جميل جدا بجد، ربنا يوفقك. وان شاء الله سوماري الخطوه الجايه، يعني احنا حاليا سوماري مقرها في مدينه نصر، بنفتح ليها مكان تاني في 6 اكتوبر عشان قاطني 6 اكتوبر يكون فيهم برضو الاريحيه ان هم يبداوا يدرسوا الموضوع ويكون الموضوع مسهل ليهم. بتفضلي الملابس الرسميه ولا الاسبورت عن نفسك؟ على حسب المناسبه، حسب المناسبه وعلى حسب المشوار اللي انت رايحاه، انت حابه انت النهارده تنزلي مرتاحه مش حاسه بتقييد في التفا، بالتالي هلبس حاجه سبورتي كده لذيذه مع شنطه احط فيها كل حاجاتي، فالقصه بتكون مريحه اكتر، حابه خروجه لذيذه هنزل اقعد في كافيه مثلا هعمل شغل لذيذ، فمش هعمل مجهود كبير، خلاص على حسب المناسبه والمود بتاعك. الاوتفيت بتاعك هو اللي بيعبر عن المود والمكان اللي انت رايحاه، هو ده بيبدا تختاري انا هختار ده او هختار ده. جميل. لو حد عايز يدخل المجال يبدا ازاي او نساعده بايه؟ خلينا نقول لو حد سواء عنده خبره او مش عنده خبره، بتكون اول مرحله ليه كمجال الفاشن عامه ان هو يبدا بدراسه الباترون. الباترون هو عباره، طيب بص على الشاشه الستايلات موجوده. تمام، علقي بالحاجات موجوده شوفي الستايلات. الستايلات اللي معروضه عندنا من الحاجات اللي احنا نفذناها قبل كده، ازاي مثلا نقدر نظبط ايتمز مع بعض على حسب جسم كل حد. لو بصينا للفستان البيزك اللي هو الجملي او الواحد ده، احنا ممكن نلبسه بكذا طريقه، طريقه كاجوال وطريقه مثلا سيمي فورمال. كاجوال انا لو حطيت عليه اي شميز مع كوتشي مع شنطه مع حجاب كده قطني شويه كده كاجوال. طب حابه ان انا احوله الفورمال، لو لبست عليه الكارديجن اللي جنبه وحطيت عليه حزام جلد من الوس مع بوت مثلا او هيلز، هيغير شكله خالص مع الماتيريال الحجاب كمان، اقدر ان البسه يعني نازله حاجه كده سيمي فورمال لذيذه. الدريس المارون اللي جنبه ممكن البسه بشكل كاجوال، وكذلك ممكن البسه بشكل سواري. لو كاجوال برضو هو الكوتشي الحجاب الشنطه بتاعتي، طب هحوله لسواري، النكلاس بتاعتي، ماتيريال الطرحه، الهيلز اللي هلبسه، هحط حزام مثلا في النص فيه وضاءه كده شويه كده بقى اتحول معايا سواري، اتحول لسواري. كذلك برضو كل ايتم الجيبه الكلوش، لو لبست عليها مثلا الكحلي، لو لبست عليها البليزر البينكي هيديني اوتفيت من تحت مثلا حاجه بيضاء هتعكس الموضوع. فنقدر نقول ان كل ايتم بقدر ان انا البسها بشكل مختلف وبطريقه مختلفه علشان تعبر عني، سواء مثلا كان بالنهار او بالليل. مش شرط الحاجه تتلبس هي نفس الديزاين ونفس الطاقة، ممكن ان انا اغير بقى فيها، ادخل حاجات كده مع الطرحه مع الشوزه بالظبط، كل يعني ده بيكسر الطقم خالص بيقلبه، يعني ممكن نقول هي الماتيريال بس هي اللي بتتحدد فيها، فكل ده بيغير. بتحبي تنسقي الملابس والشوز والشنط والاكسسوارات والحاجات دي مع بعض ولا حسب الحاجه؟
اكيد ده يعني مثلا حاجه مهمه، ده مهم جدا علشان اقدر اطلع لاوتفيت كامل. خلينا نقول اصلا ان دي من ضمن الحاجات اللي بتميز ديزاينر عن ديزاينر تاني. مهم جدا ان عشان يفرض ليك او انت تكون من المصممين الناجحين، ان انت وانت بتصمم القطعه الملبسيه بتصمم معاها الشوز بتاعتها، الاكسسوري بتاعتها، الحجاب هيتلبس ايه، كل حاجه بتبقى خاصه بالاوتفيت كامل عشان بيبدا مثلا يعبر عني اكون مرتاح وانا لابساه. القطع بتاعتي كلها متناسقه. بنشوف مثلا في عروض الازياء او في اي مهرجان مثلا، ممكن تكون الحد لابس فستان، طب الاكسسوري مش ماشيه، مش مناسبة. لو هي محجبة نلاقي الحجاب مش ماشي، طب لو هي بشعرها لا قصة الشعر مش ماشية مع الديزاين. فكل ده لازم الديزاينر هو بيحدده وهو بيختار الفستان او الاوتفيت بتاعه كامل. جميل جدا يا استاذة ايه. طبعا هناخد اتصال معانا شراكات من القاهرة. الو، اهلا بحضرتك، اتفضلي. مرحبا. ازيك يا ايه، عاملة ايه؟ الحمد لله يا أشركة، أهلا بيكي. ما شاء الله فاتنسة بقى، وما شاء الله شغلك يعني مش قادرة أقول لك يعني ما شاء الله. تسلمي لي يا أشركة. كنت عايزة بس أسألك سؤال، يعني الكورس بتاع الفاشن بقى والحاجات دي. اتفضلي. المفروض إن هو أصلا هنبدأ قريب إن شاء الله في الكورس وكده، فكنت عايزة أعرف يعني. ألو؟ أيوة معاكي يا أشركة، اتفضلي. ممكن تكلميني أكتر على الكورس يعني لو أنا عايزة آخد معاكي وكده؟ الناس بقت ما شاء الله شغلك كويس جدا، الناس ما شاء الله ربنا يخليكي يا شركة. تمام، هنكلمك عن الكورس بكل تفاصيله. هو الكورس انت بتدرسي فيه الباترون المسطح. شكرا يا شركة، نشكرك، اسمعينا من التلفزيون. خلينا نتكلم عليها. الكورس هي بتدرس، اي حد بيجي بياخد الكورس معانا في شركة سوماري بيدرس الباترون المسطح. الباترون المسطح ده انا من خلاله بقدر اعمل اي، ده اول حاجة في المجال. اول حاجة بيدخل بيدرسها بيدرس الباترون المسطح. الباترون المسطح ده هو عبارة عن ايه؟ خلينا قبل ما نذكر ايه هو الباترون المسطح نذكر اصلا الباترون ده بمثابة ايه. خلينا نقول ان الباترونيستا هو بمثابة الشخص اللي بيرسم مبنى عمارة. تمام؟ فاحنا بنرسم الهيكل اللي بنبدأ نطلع منه اي ديزاين بنقدر ان احنا نستخدمه او نشرحه. من الباترون ده بتقدر تطلع جميع قصات الدريسز اللي هي نفسها فيها، سواء كان كولونات، كسرات، كشكشه، استيك، كروزو، اي ديزاين هي بتبدأ تطلعه. ده اول حاجه. ده التأسيس. بعد ما بتخلص الباترون المسطح بتبدأ تدرس قسم تاني من اقسام الباترون، هو الباترون المجسم. الباترون المجسم بجميع تصرفات الدارتس بتاعته ده اللي بيقدر يخرج منه الحاجات السواريه، سواء مثلا كان فستان كاب يعني بدراع واحد او على حسب بقى الحاجه اللي هي بتبدا تختارها وعلى حسب الماتيريال اللي هي بتستخدمها، كل ده بيبدا يحدد معانا الحاجه اللي هي بتختارها. تمام. بتدرس بعد كده باترون السكيرتس كلها، جميع قصات السكيرتس بجميع انواعها بجميع تشكيلاتها، وكمان باترون البانز والكم. بيدرسوا كمان طريقه عمل العبايات الخليجي، العبايات التركي، الكيمونو، الكارديجان. دي الدراسه الاساسيه. بنيجي للنقطه المهمه جدا اللي بتميز بقى يعني مكان عن مكان او كورس في الدراسه. كيفيه التشريح، ان ازاي اقدر اشرح الديزاين بتاعي، مش بس الحاجات اللي درستها خارج الكورس، لا، كيفيه تشريح اي ديزاين عين الستودنتس بتيجي عليه. انا مثلا شفت ويدنج دريس معمول بطريقه معينه، التكنيك مثلا بجيب من زاويه معينه عشان ابدا اشرح، عشان ابدا اطلع ده على الباترون بتاعي، عشان ابدا اقص على الماتيريال وهكذا. فكل ده بيتم دراسته في الكورس، بحيث ان هي ممكن من اول سيشن بتبدا تطلع منتج بالفعل في ايديها تقدر تلبسه. بيدرسوهم طيب الموديل والاكسسوارات والحاجات دي مع بعض. استاذه بانيا من القاهره، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. بحب اشكر الاستاذه ايه على الحاجات اللي هي الجميله اللي بتقولها، بس كان عندي سؤال ليها. اتفضلي. كنت عايزه اعرف لو انا حابه مجال الفاشون بقى جدا وحابه ابدا منين بقى. تمام يا رانيا، هنرد عليكي على سؤالك. شكرا ليكي يا استاذه رانيا. هو حضرتك باين لسه شارحه. خلينا نقول هي نفس الكلام اللي احنا قلناه، ولكن ممكن نضيف اضافه بسيطه قوي. تمام. هتحتاج الى جانب الدراسه اللي هي هنبداها بدراسه الباترون، هتحتاج ان هي تنمي عينيها بان هي تبص على تصميمات ازياء. علشان كمان تطور عندها فكرها في استلهام الافكار،
انا ازاي اجيب فكره، تكون مواكبه ايه الجديد، ايه اللي نزل، ايه اللي بالظبط، ازاي كمان اواكب الموسم السنه دي، في موسم الصيف ايه الالوان اللي هتكون ماشيه معايا، موسم الشتاء ايه الالوان اللي هتكون ماشيه معايا، علشان كمان التصميم بتاعي لما اجي احدده بحدد معاه اللون، واللون ده بيتواكب مع السوق اللي انا موجوده فيه دلوقتي، طب او سوري الفصل اللي انا موجوده فيه دلوقتي، تمام. فكل ده ببدا احدده في اختياراتي، فده لما تتفرج على اشكال كتيره، صور كتيره، هينمي عندها كيفيه استلهام الافكار، فده كتير هيساعدها كمان. انا كنت عايزه اسالك، هو الموديل عندكم في الاكاديميه او الدراسه مع اللي هو الميك اب والحاجات دي بتدرسوها مع بعض ولا في فرق؟ لا، في فرق ما بين دراسه الميك اب ان انت تكوني ميك اب ارتست او تكوني فاشن ديزاينر او باتروم ميكر، يعني ده قسم وده قسم ثاني، يعني مش عندكم؟ لا مش متوفر عندنا. عايزين نعرف ايه اللي بيليق مع كل جسم. حلو جدا السؤال ده، كتير قوي من البنات، ناس كتير جدا بتكون مثلا بيقولوا انا، يعني كتير كان قريب كلاينت جايه لي بتقولي عايزه اعمل فستان، تمام، ومش عارفه ايه اللي يليق مع جسمي، اختار ايه، انا محتاره. فبنبدا نبص هي حابه ايه اصلا الاول، انت حابه الديزاين اللي هتلبسيه او الحاجه اللي هتلبسيها تعبر عنك بايه، والمناسبه اللي انت رايحاها رايحه ايه او نازله ايه، بالصبح بالليل الدنيا دي كلها. كل ده بس في حاجات مشتركه، يعني مثلا ما ينفعش حد يكون مليان من تحت شويه، جسمه ويلبس حاجه فيها كشكشه، هتعمل فوليوم كده من تحت مش لطيف. الافضل ليها ان هي تلبس حاجه نازله ساك شويه، هتكون بتلم الجسم شويه. ما ينفعش تلبس كولونات اطلاقا، هتدي نفشه للجسم. يفضل ليها ان هي تلبس كولونات. ليه الكولونه؟ الكولونه بتبقى مقفوله شويه فبتلم شكل الجسم. نقطة مهمة جدا بتفرق من جسم لجسم في اللبس بتاعه، وضعية الكسرة أو الكلونة أو الكشكشة على الجسم، يعني بحطها منين؟ من الوسط فوق شوية، تحت شوية، دي بتبين جدا وبتعمل الجسم فوليوم أو أبدأ أجسم أو حاجة تبقى نازلة عليها إنسيابية شوية، فدي مهمة جدا لازم الناس تراعيها وهي بتلبس. تمام، سوري إن أنا قطعت. معانا اتصال أستاذة هدي. ألو. ألو، السلام عليكم. أستاذة هدي أهلا، اتفضلي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ميرسي قوي، ربنا جدا بجد، ربنا يخليك. انا البرنامج كل اربع عشان اقعد اسمع. حبيبتي تسلمي قوي، ربنا يخليك، بحبكم والله العظيم كده، لله بالله والله. حبيبتي ربنا يخليك، احنا بنحب الوالد، انا بحب البرنامج بتاعك جدا والله. يا رب نقدم حاجه تستفيدي منه دايما وتكوني مرتاحه. لا والله بصراحه ما شاء الله عليكم. اتفضلي، في اي سؤال؟ اي سؤال؟ لا ما فيش اي سؤال والله. ميرسي جدا على اتصالك، شكرا بجد. انا كنت عايزه اسالك ايه الفرق بين الديزاين والاستايل؟ اوكي، حلو جدا السؤال ده. خلينا نقول اني اكون ديزاينر او اكون ستايلش. الديزاينر هو بينقسم، يعني خلينا نقول ان هو ممكن اتفرع منه جزئين. لازم الديزاينر دوت يكون متوفر عنده قراءه السوق، تمام، يكون عنده حته انا ببتكر فكره اقدر اطلع ديزاين جديد للسوق، يكون جديد ومبتكر ومتماشى مع المجتمع اللي انا بقدمه فيه. في نفس الوقت وانا بختار الديزاين ده اقدر اختار الالوان اللي بتمشي، الالوان اللي انا هختارها في المود بورد بتاعتي، اقدر اكون عندي دراسه للسوق بتاعي وانا بختار الديزاين ده. لان من ضمن الحاجات والعوامل اللي بتكون مركزه قوي على اختيار الديزاين بتاعي او اللي بتاثر فيه، العوامل الاقتصاديه الاجتماعيه والسياسيه، كل دي لازم انا اراعيها وانا بختار ديزاين هلبسه فين ولمين والناس دي محتاجه ايه. اما بقى نيجي للنقطه الثانيه، الستايلش. الستايلش ده بيعمل ايه؟ الستايلش ده هو الشخص اللي بيقدر يحدد او يكون قطعه على قطعه. انا مثلا نازله النهارده الصبح عايزه احس ان انا نازله بعبر عن بهجه، هلبس الوان مثلا او فرحانه ومزاجي رايق، هلبس الوان يكون فيها بينكي بيربل اوف وايت. في الوان مبهجه، يعني في الوان كده اول ما بتشوفيها اللي هو لا الشخص ده يعني في بضاءه في وشه، الفاتحه بقى بتدي انطباع لطيف جدا عن الشخص. جايانه كنت حاسه كده؟ انا حاسه كده والله بوجودكم معايا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. فالستايلش كمان بيستخدم في ايه او بيشتغل في ايه او بيعمل ايه؟ بنشوف في الافلام او المسلسلات لما بنيجي مثلا بنرجع لمسلسل لحقبه تاريخيه معينه، بنلاقي ان كل الاكسسوري بالستايل باللبس بكل حاجه بيعبر عن الحقبه دي. فالستايلش ده هو اللي بيبدا يرجع بينا لزم، بيبدا يرجع يدرس الفتره اللي هيبدا يقدم فيها الحقبه دي، الاشخاص لبسهم طباعهم كل حاجه، عشان يبقى يقدم لنا عمل بيعبر عن الازياء بتاعته بتعبر عنه. كمان بيعمل ايه الستايلش ده؟ لو انا رايحه مناسبه
مش عارفه البس ايه، فبدور على ستايلش. والله انا عندي ناس معينه، سؤال لما الناس عرفوا ان انت معانا في الحلقه وكده، اللي هو المناسبه بقى لو في عيد ميلاد حلو يتلبس تلبس ايه؟ ايه؟ وفي نفس الوقت لو في نفس الاسبوع او نفس الشهر عايزه البس نفس الطقم. تمام جدا. اللي هو غيره ازاي؟ خلينا نتكلم في حاجه زي كده. مثلا عندي مناسبه عيد ميلاد، ممكن البس سكيرت جلد تمام. وعليها اي توب هادي ما يكونش فيه فقعان قوي تمام. وهتلبس الحجاب بتاعها. بس هو كان بالليل ولا بالنهار؟ سواء كان بس هو عايز تكون بالليل، يعني انا بفضل بالليل الجلد يبقى حاجه سيمبل عليه، ما تكونش حاجه اوفر تمام. هتلبس الشوز بتاعتها والحجاب والشنطه بتاعتها هي بس، مش هتأفور قوي في الاكسسوري بتاعتها. ده بالنسبه لعيد ميلاد. تمام. حابه احوله مثلا هنبدل بقى المناسبه بقى وكده. هنبدل المناسبه رايحه فرح. هي كل التحكم بتاعها في الشوز. هتغير الشوز بتاعتها مثلا، ممكن كعب اعلى هيلز. ماتيريال الحجاب بتاعتها لو لبست شيفون مثلا في الفرح او حاجه منقوشه، ممكن تلبس تول مثلا، حاجه تكون او كريب مثلا او شيفون، بس برضو ساده، ما تكونش حاجه فيها نقرشه كتير او منقوشه كتير. والاكسسوار بتاعتها ممكن البلاوز بتاعتها تكون فيها بقى يعني حاجة فيها وضاءة شوية، بتلمع شوية، لأن فرح بقى ومناسبة، فالموضوع بيفرق شوية. بس حلو جدا يا آية. إيه نوع الشميسات المناسبة للجيب مثلا؟ عايزين نشوف موضوع الجيب. زي ما قلت لك يا آية. طيب الشميزات المناسبة للجيب، يعني أنا مثلا ممكن أكون لابسة سكيرت، لابسة تحتيها هايكل حاجة زي كده وبليزر، وفي نفس الوقت هي مريحه في الحركه، لطيفه، في نفس الماتيريال كويس. لو في الصيف مثلا ممكن تلبسي حاجه كريب شيفون. كريب شيفون هيكون حلو قوي، وفي نفس الوقت مش هيحررك، ولو بيمتص اي رطوبه او اي حاجه فالموضوع بيبقى لطيف. في ستانات بس مش بفضلها اطلاقا، يعني مش بحس ان هي بتدي كده اريحيه للجسم. فاي حاجه ممكن تتلبس، يعني سواء كانت ماتيريال كريب، روزاليم، يعني اقدر اصنف اي حاجه للاستخدام على حسب انا رايحه ايه. طيب عرفينا المجال بقى، حبيت المجال ازاي؟ حبيت وليه اخترت المجال ده؟ من وانا صغيره وانا بحب تصميم الازياء، كنت بحب جدا اني ارسم. يعني اول ديزاين عملته كان ديزاين المدرسه، الجلباب بتاع المدرسه بتاع اولى اعدادي. كان اول تصميم ليا، اللي هو ماما انا عايزه البس حاجه مختلفه، يعني هو طب ليه ما تلبسي زي الناس وعادي وكده، لا انا عايزه البس دراس بتاعي يكون مختلف. ساعتها كنت في كام؟ كنت في اولى اعدادي، مش فاكره، كنت لسه صغيره. بس اللي هو يعني من وانا صغيره في حبه المجال. يعني حلو جدا من وانا صغيره، بابا وماما اللي هو ايه، انت ستايلك انت اللي بتختاري لبسك. كنت ننزل نلف كتير قوي علشان ابدا اختار حاجه مختلفه، حاجه تكون مش رائجه جدا كل الناس بتلبس زيها. فقررت في فتره بتاعه المدرسه اللي هو لا انا عايزه البس ديزاين مختلف. فبدات ان انا ارسم. طبعا الرسم ساعتها كان بشع للغايه، بس كنت برسم بقى، بروح لبابا ماما انا رسمت حلوه، رائع، عاش، برافو. لا وكان تشجيع رهيب يعني بصراحه، ليهم الفضل جدا، وشجعوك جدا. يعني دي اكتر نقطه اي حد فعلا هيبدا فيها لازم تشجيع اللي حواليه، سواء كان اسره دايما هي سبب النجاح لينا دايما، ربي يبارك فيهم. والله يعني هم فعلا كان احد الاسباب الاساسيه في دخولي في المجال ده. فبداوا يشجعوا، بدات خلاص. بس لما جيت بقى ادخل الجامعه والدراسة الموضوع بدأ يبعد عني شوية، بس في نفس الوقت كان اللي هو لا ابتكار إيه الفكرة. بس تنصحي البنات بإيه قبل ما نختم فكرتنا النهاردة؟ للأسف الوقت قصير جدا. اوكي انصحهم، تنصحيهم بإيه؟ ما تخليش دراستك هي اللي تحكمك في أي حاجة أنت نفسك فيها. الدراسة هي مالهاش علاقة بالشغل إطلاقا، هي شهاده احنا بناخدها زي الفل. انت جميله، خليك على موهبتك او تابعي موهبتك، تابعي الموهبه نميها. وبنصح الاسر جدا شجعوهم، لان التشجيع هو احد الاسباب الاساسيه. كانت في احد الفترات برضو، في الفترات يعني انا كنت ببدا ان انا اتراجع، او بنيجي كده على فتره اللي هو بيأس باحباط، تبقى الاسره والاصحاب اللي حواليك هم اللي بداوا يشجعوكي، لا انت فيكي موهبه، لازم فيكي طاقه، فلازم نشكرك جدا. كملوا، شرفتيني. يا ريت نكون احنا قدمنا محتوى يستفيد منه كل المشاهدين. ولغاية هنا نكون احنا وصلنا الى ختام اولى فقراتنا. فاصل قصير، خلوكم معنا.